سعيد كتير اني انا كل يوم بعاصمة مهمة بالعالم مثل لندن لأحيي حفل بيثلهم كلتشرال فيستيفال. هاي عاصمة غنى فيها كتير مطربين ومن اهم المطربين بالعالم، واليوم بعد 5 سنين من العرب ايدل باجي وبحيي حفل بلندن. هاي ايام الكريسماس اني انا اجي على لندن واحيي حفل إله دخل بمدينتي اللي انا ولدت فيها واللي انا تربيت فيها واللي إله مكان كبير بقلبي اللي هي بيت لحم. سو اليوم انا عن جد سعيد اني اقدر انقل للجمهور الموجود بلندن المختلف. As we celebrate with these wonderful artists and intellectuals, as we enjoy the food and the dance and the music, as we read their words of wisdom, let us also celebrate our course.